هي من قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وده يدل يا أخواننا على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله هو الغني الحميد الذي يفتقر إليه الناس ويحتاجه الناس، والذي يمد الناس ولا ينقص مما عنده من الخزائن شيء. فكذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أي ما من شيء سواء كان صحة أو عقل أو عافية، أو سواء كان زوجة زول داير زوجة زوج زول داير أولاد زول داير مال زول داير بيت، وهكذا من جميع الأمور ربنا سبحانه وتعالى عنده، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الذي لا ينقص مما عنده تبارك وتعالى. ولذا هذا الحديث يعظم رغبة المؤمن في الله تبارك وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل أحدكم ربه فليستكثر وليعظم المسألة. يعني لما تجي تسأل الله، تسأل الله كبار كبار كثير كثير. لماذا؟ لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يدخلك شك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال: ولا يستحسر. الإنسان لما يدعو الله ما يستحسر. قالوا: كيف يستحسر؟ قال: يقول دعوت ثم دعوت فلم أرى يستجب لي. قال: فيدعو الدعاء، يخلي العبادة العظيمة عبادة الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى كان له بها ثلاثة أمور: إما الأمر الأول، إما أن يعجل الله له الإجابة. زول سأل ربنا سبحانه وتعالى عافية أو شفاء، أو سأله مالا أو كذا، الأمر الأول ربنا سبحانه وتعالى يعجل له الإجابة، يديه الأمر يكون طوالي سريع. والأمر الثاني أن يصرف عنه من السوء مثلها، يعني يكون ربنا سبحانه وتعالى كاتب عليه مصيبة من المصائب، فربنا سبحانه وتعالى بسبب الدعاء ده يصرف عنك السوء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقضاء يعتريان، يعتريان يعني أي واحد يدافع عن آخر. الدعاء يدافع عن القضاء، والقضاء يدافع الدعاء، فلا تنزل بك هذه المصيبة. دي الفائدة الثانية. قال: وإما أن تؤخر أو تؤجل له إلى يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: إذا نكثر. قال الله: أكثر. فكذا أخوانا الإنسان يكثر ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، تلح. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفة الإنسان المؤمن لو اضطر، ربنا قال: لا يسألون الناس إلحافا. تلقاه طوالب يشحد ويشحد ويشحد. ربنا سبحانه وتعالى
ذم هذا النوع من الناس وقد تحرم عليه المسألة. لأن أخوانا المسألة العلماء قالوا في الأصل مكروهة، والإنسان يسأل على قدر حاجته. يعني مثلا أنت ما عندك حق اليوم، ربنا سبحانه وتعالى يسر لك حق اليوم، بعد ده حرام عليك تسأل شنو؟ تسأل زيادة من كده. بعدها لما يجي اليوم الثاني إذا ربنا ما يسر لك وما قادر تشتغل وكذا، بعد ده بتجوز لك المسألة وهكذا. أما حينما تسأل الله فمن أسباب إجابة الدعاء أن تلح على الله في الدعاء وتشكو حالك، زي نبي الله زكريا عليه السلام، نبي من الأنبياء العظام الكرام، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ما عنده ولد. شوف سبحان الله، الأنبياء دير ربنا ابتلاهم بابتلاءات عظيمة. أول حاجة عشان تعرف إنه البلاء إذا نزل بك بلاء ما أنت براك المبتلى، وكون ربنا ينزل بك بلاء ما معنى أنت كعب. هسي في ناس زول يقوم معاهم في السوق بعد شوية ربنا يبتليه قروش وتبقى ما يقول لك شايف، وصل لو قروش وقروش حلال ما كان ربنا عمل فيه كده، وده ما معنى إنه زول كعب. لأنه عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. مش ما في قروش، نار ذاته عشان يولعوا بها يولعوها. مصايب الدنيا دي ما معناها شنو؟ ما معناها إن ربنا بيغضبك. وده بتستفيد منه شنو؟ إن الإنسان ما يتسخر. يقول لك يا ذاته، واحد يقول لك ها كيف؟ كيف شنو يا ذاته؟ يقول لك ما تزلنا. وثاني في ذولك عم مننا يقول لك شغلتنا ذاته شغلة جايطة، ما عارف نحن لو كفار كان حصل لنا شيء، شو زول ده وصل لهذه الدرجة؟ يصل لدرجات بعيدة، ده كفر بالله. ربنا بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن حتى لا تبقى عليه خطيئة. قال حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها خطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه معناه يبتليه. عشان كده ربنا ابتلى الأنبياء. والفائدة الثانية عشان الناس ما تعبد الأنبياء ذين، مع أنهم أصلح الناس. نبي الله زكريا ربنا قال في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي استمع إلى هذه القصة التي فيها ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى بعبد من عباده وهو نبي الله زكريا عليه السلام. ربنا قال إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى الله نداء خفي بينه وبين ربنا، ما في أحد بيعلم به بيسمعه. وإنت دائما خليك كده، ما تشكو حوائجك للناس، الكويس بمشيك بالبسيط. واحد ممكن يتعذر يقول لك والله تبارك عارف الأيامات دي والشغلة تعبانة والمصاريف كترت وكذا، وفي واحد بيقول لي انت هذول ما تشتغل هنا. عشان كده ربنا قال واما السائله فلا تنهر. اذا ما عندك شيء طيب تقدمه للزول على الاقل قدم له شنو؟ الكلمه الطيبه. فما تنزل حوائجك بالعباد. قال ربي اني وهن العظم مني، بقى يشكو حاله لمنه لكن لربنا سبحانه وتعالى. قال ربي إني وهن العظم مني، يعني الله أنا بقيت كبير لغاية ما عظمي ذاته بقى رقيق، واشتعل الرأس شيبا، بقيت مشيب، ودي علامات الكبر. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لكن برضو يا ربنا سبحانه وتعالى ما حصل أنا دعيتك وانت خيبتني. شوف الظن بربنا كيف، قال لي الله ما حصل دعيتك وانت رجعتني فاضي ساكت، ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي ستين يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا. ربنا ما برجعك يدك لها وقتي، يا رفع من السوء مثلها يا لقيت يوم القيامه. ولذا قال ولم اكن بدعائك ربي شقيا، بيسأل ربنا سبحانه وتعالى. فواحد عندنا دكتور
في جامعة أم درمان الإسلامية بيقري في كلية الطب، وزي ما قال المثل العامي لكن هو مثل قوي، قال القلم ما بزي البلم، وبقري تفسير تخيل ودقر عليها وكذا ويتعارى على كثير من خلق الله. قال المطر لما ما تنزل المفروض الزول يمشي للشيوخ، قال يكونوا حواشتين سوا، قال تدفع البياض بدوك مطر، قال حواشتين سوا بيناتهم تقنت ولا ترس، قال فيهطل المطر هنا وتغرم أنت لأنك لم تدفع البياض. أول حاجة فيه من المخالفات، المخالفة الأولى المطر حق الله، ده نمرة واحد. نمرة اثنين ده هو إنه الشيخ ده لو صحيح هو بيملك المطر، الزول ده بخيل يا أخي، أنت بتدي مطر ما تنزلها ليه بيجاي الموية، كمان الموية دي كمان في زول بيخربها كويس. الشيء الثالث ده بيع حرام، لأنه بيع ما لا تملك، بيع ما لا تملك. أنا ما ممكن أقول لزول شايف الجبل ده تشتري مني الكرتة بتاعته، أنت ما شلت جوال لا وديته طاحون على بتاع، ده اسمه بيع شنو يا أخوانا؟ بيع ما لا تملك. أو تجي تلقى زول راكب في بوكس تقول له اسمع اشتري مني البوكس ده ب 100 مليون بس، لا لا البوكس حقك ولا عندك شهادة بحث ولا أدوك توكيل، ده حرام. ده قال داري بيع لهم المطر، لغاية ما قال يجيك واحد قال يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. شوف الكلام ده كيف، وشوف نبي الله زكريا قال شنو، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هب الهبة هي الهدية، ربنا بيدي من غير مقابل. جسمك ده ربنا قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جسمك ده فوقه مليارات نعم عظيمة جدا، فوقه كلى بتغسل، فيه قلب شغال، فوقه عيون بتشوف. في ناس تلقى اللي عنده موية بيضاء والموية سوداء، وتلقى عنده ضعف نظر، تلقى عنده شبكية، تلقى عنده ما عارف ليك شنو القزاز بتاعه والسائل الجوة بلاوي، والعملية بملايين مملينة. واحد تلقاه ما قادر يقيف، عنده رطوبة وتهشش في العظام والصابونة بتاعت الركبة زايغة، ما عارف ليك العظم بتاعه فيه نقص في الكالسيوم وبلاوي. واحد جوه تلقاه بيغسل كلى، تلقاه ما عارف واحدة معطلة واحدة شغالة، واحد تلقاه عنده عسر هضم، واحد 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 واحد. النعم دي كلها من ربنا سبحانه وتعالى بيديك لها من غير مقابل، ما بتمشي تدفع. لكن الزول بيعرف قيمة الحاجات دي لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بأحد الأمراض، نسأل الله أنه يشفي مرضى المسلمين. ولذلك قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله يا الله اديني ولد واجعل الولد ده صالح. ربنا قال الله سبحانه وتعالى يا يحيى إنا نبشرك بغلام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما في ذول اسمه يحيى قبل يحيى ابن زكريا. نبي ثاني نبي الله أيوب، ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، المرض أصابه فترة طويلة وكانت امرأته رضي الله عنها تخدمه لغاية ما حصل المرحلة. يروى في بعض الروايات إنه زوجته قالت لو ما كان أيوب ده عمل عمل كبير ما كان وقع فيه البلاء، كان بلاء عظيم، فربنا سبحانه وتعالى شفاه. ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا بأيوب عليه السلام وذكرى للعابدين. يعني لو أنت نزلت بك مصيبة وسألت الله زي أيوب، ربنا بيكشف عنك زي ما كشف عن أيوب عليه السلام وغير من الأنبياء. فالإنسان يا أخواننا يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى وينزل حوائجه بالله ويعلم إنه صلاح العقيدة دي يا أخواننا زي الأساس.
زول ما عنده عقيدة لو صام لو صلى لو حج البيت لو عمل عمرة لو عمل من الأعمال الصالحة والعظيمة وحفظ الناس القرآن ونشر الدين بين الناس، لكن عقيدته خربانة في مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى بيحبط أعماله كلها. ربنا قال في سورة زمر لأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحقق؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة دي مقبولة، وإذا رفع يديه دعاءه مقبول، وإذا جاهد في سبيل الله جهاده مقبول. ما زينا نحن وأعمال عظيمة جدا، وربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بعد ربنا قال الشرك ده ما بيغفر لأي بني آدم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أخوانا الإنسان ينجد نفسه، عقيدته تمام، عقيدته يخليها في الله. العقيدة إذا خليتها في الله ربنا بيغفر لك الذنوب وبيستر لك وبيبدل لك السيئات حسنات وما بتخلد في النار وتنالك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أحمد، قال: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف الفضل ده كبير كيف. طيب يا أخواننا، زول لو داري يحصل هذه الشفاعة العظيمة ماذا يفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلاك معلق، ولا خلاه لعالم يوريها، ولا خلاه لشيخ يوريها، ولا خلاه لجماعة ولا طريقة ولا حزب يوروا الكلام ده، لا، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. قال عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة: فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ودي أخواننا سهلة في الدنيا وبعدين في الآخرة صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، فيقول الله عز وجل له: لو أن لك الدنيا ومثلها معها أو كنت مفتديا بها من النار؟ فيقول: أي والله يا رب. فيقول الله عز وجل: قد سألتك أو قد أمرتك بأهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. سبحان الله أخواننا، كون ربنا الخالق ربنا الرازق وربنا بيشفينا ويحيينا ويرزقنا، دي أبو جهل وأبو لهب ما كان عندهم فيها مشكلة. ربنا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وفي آية ليقولون خلقهن العزيز العليم. لكن مشكلتهم إنهم جعلوا بينهم وبين الله واسطة، أصوا بين الله ما تخلي أي بني آدم إلا ذول يعلمك الدين. تقول له: ما رأيك في المزلة دي حلال؟ ما رأيك في المزلة دي حرام؟ كده ده الواسطة الصحيحة. ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما تناديه في الشدائد وفي الكرب والمصائب ده ما بتدعو إلا الله سبحانه وتعالى. شا كده عكرمة ابن أبي جهل أبوه فرعون الأمة وهو صحابي، قصة إسلام شنو؟ أسلم كيف؟ نختم إن شاء الله بالقصة دي. العلماء أوردوا قصة إسلام. عكرمة ابن أبي جهل طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في نفر من المشركين، وقال: لو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة فاقتلوه، لو جوا الحرم اقتلوه. في فتح مكة. فلما سمع بالكلام ده رب البحر دار يهرب. وكان المشركين يا اخواننا من عادتهم لما الواحد يكون برا والموضوع راخي واموره كويسه بيشرك بالله، واذا وقع في الضيق بيقوم بيعبد الله براه وكامل، لكن عارف انه جوا في الضيق ده ما بيمروا بالا. في ناس يقول لك في الشدة والرخاء في السودان ده تنادي الأولياء: إذا كنت في هم وغم وكربة فقم وانده وقل: يا مرغني آتيك بسرعة. يا أخو قول في الجنة تب، هل بحلك؟
ما بحل. عشان كده عكرمة رضي الله عنه لما ركب البحر ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الموج بيجي يلعب بالسفينة, بيقول المشركين الراكبين في السفينة بيقولوا يا الله هو مشرك, والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا وهاربين من النبي صلى الله عليه وسلم, بيقول يا الله نجينا يا الله نجينا يا الله نجينا. وعكرمة بيجي يقول يا الله ويا العزة. وطبعا في ناس من العلماء الآن اللي بيقولوا لهم علماء هنا دارين يغشوا الناس, عشان الواحد يجيبوه في التلفزيون بيقولوا العالم الفلاني دار يغش المسلمين. ولم طبعا الآن زمان ده الشرك ده بس إنك تعبد الأصنام, لكن لو ناديت الولي الفلاني ها ده ما فيه حاجة. والأصنام دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن صور. أبو جهل زمان ما كان عنده موبايل جالكسي وعنده موبايل اسمه شنو الجديد ده تكنو ولا حاجة دي, عشان يصور شيخه ويعلقه صورة في الحفلة ويعلقه في الدكان بتاعه ويخده في جيبه. ما كان عنده, كان بيعمل شنو؟ صورته شنو؟ يجيب الحجر ويجيب الفرار ويعمل في صورة شيخ بس. هي عبارة عن صور لأولياء وصالحين كما قال عبد الله بن عباس. المهم بقى ينادي في الله وينادي في العزة وفي منات والجماعة دي. فقام واحد من المشركين قال له ها هنا لا ينجي إلا الله. قال له أنت شكلك جديد في الشرك ولا الحاصل عليك شو؟ قال له ولو لبتعنك ولزرقاب وعين يمين نادي الصالحين, عين شمال نادي الكمال, عين ورا نادي بشرة, عين فوق نادي أهل الزوق, عين تحت نادي بمسك, عين صعيد نادي عوض الجيد. قال له ده برا لما تكون المرأة تمام والأولاد ما شاء الله والجيب ملان. قال له تنادي الجماعة دي, لكن قال له في الزنقة دي ما بمرقك إلا الله. قال له ها هنا لا ينجي إلا الله. شوف سبحان الله ربنا داير به الخير طوالي شغل بس عقله بس. قال أنجاني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء. في الورطة ربنا مرقني لما أمرك برا ما بمرقني. قال لئن أنجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. بقى واحد من أعظم قواد المسلمين والعلماء ذكروه في كبار الصحابة, لأن أخواننا غير الله ما بيقول يا أخو الله نحن حصلنا مرحلة في السودان الزول بيشربوا لهم ويتلوضوا. أنا شفت مقطع في جهة من جهة النيل الأبيض كويس, زول بيشرب ويتلوضوا يا أخو الصالح. يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول قال من فضائل الوضوء, في فضائل الوضوء لما تقرأ في الفقه من فضائل الوضوء إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تغسل يدينك بتنزل الخطايا شنو مع آخر قطرة نزلت من اليد, ولما تغسل وشك بتنزل بذقنك, ولما تمسح شعرك بتنزل بالشعر, ولما تغسل كرعينك الخطايا والذنوب بتاعتك بتنزل بشنو مع آخر قطرة من الوضوء ذنوبك بتنزل. هذا لما يشرب مية الوضوء بتاعت الزول ده معناه شرب شنو؟ شربت ذنوب يا أخي. الناس يا أخواننا لازم تفهم. وفي ناس أئمة الضلال يقول لك طيب يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة كان بيشربوا مية الوضوء بتاعه صح؟ صح؟ الصحابة كان بيشربوا مية الوضوء بتاعه. ولما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال لقد دخلت على الملوك والأمراء فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنخم أخذ الصحابة نخامته فدلك أحدهم بها يديه ثم دلك بها وجهه وسائر جسده. ويروى أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحجم الحجامة قام شال الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وديه محل زول يعرفه ما في, فقام مشى شيء بجماعي قال له وديته وين؟ قال له وديته محل زول بيصليه ما في كويس. لكن ده خاص بمن يا اخواننا؟ ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد في غزوه من الغزوات في حج من لما حج النبي صلى الله عليه وسلم او اعتمر حلق نصف راسه فاخذ هذا الشعر خالد بن الوليد فوضعه عنده يتبرك. وأم سليم ده ذاته ما بيعرفوا ما عندهم ما فاهمين ما حافظين الأدلة دي, احنا بنديك أدلة ذاته انت ما حافظها كويس.
أم سليم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم عندهم القيلولة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق، وكان عنده جلجل، جلجل ده حاجة كده خدت فوق الريح، فكانت تسلت العرق من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، عرقك من أطيب الطيب، نطيب به طيبنا صلى الله عليه وسلم. فكانوا الطيب ذات الريحة بتاعتهم بطيبوها بشنو؟ بعرق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما الكلام ده؟ شوف، أبو بكر الصديق زول يتبرك بهم، ما في زول يتبرك بأبو بكر الصديق؟ في زول يتبرك بعمر بن الخطاب؟ طيب لما تجيب لي واحد سوداني زينا كده، زينا ضرب الويكة وضرب المهيوبة وعرق، والله يكرمك ده اللي فتيلين بتاع الريحة، أسي ما بيجيب لي طيب يا أنا مالي ومالي يا ده، ما تبرك مشروع. التبرك إذا ثبت لنا، وبرضه في ناس كمان بيغشوا الناس، يقول لك الشعر دي يجيب لك شعر سبيبة طويلة، يقول لك دي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم قرن؟ 14 قرن. انت لو جبت لي بالاسناد زي ما ثبت انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات، بالسند فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، جبت لي بالسند انه النبي صلى الله عليه وسلم الشعره دي حقته او العرق ده حقه او النخامه دي حقته، انا ما عندي مشكله، انا ذاتي داير البركه دي. لكن لما تجي تغش الناس من غير دليل ويجيب له شعره بتاعت قاطعه من ضرب حصان او جايبه من واحد تركي، ما في ناس ما سودانيين، واحد تلقاه راجل شعره ليه كرعين ويجي يغشنا نحن، بيقول للناس اتبركوا وناس يدفعوا قروش، ده اكل لاموال الناس بالباطل. ولذلك يا اخوانا الانسان يعلق قلبه بالله ويعلق قلبه بربه تبارك وتعالى، ويعلم انه الامور دي كلها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. بعدين ذاتك بتكون مرتاح، الكاتب لك الله بيجيك، والما كاتب لك الله ما بيجيك. في ناس هسه بخوفوهم، واحد يقول لك والله شوف والله الموضوع ده ما تمشي لي انا اكتبك، والله لو ربطت الفكيف في ذراعك ما يسوي ليش، لانه ده موضوع معصوم من الله. الله هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يملك حوائج الخلق سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء قالوا الانسان الداري ينجو اثنين، ربنا ذكرهم في اواخر سوره الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. الامر الاول تكون عقيدتك صحيحه، مخلص لله، موحد لله. الامر الثاني تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: من يطع الرسول فقد اطاع الله. ربنا قال: وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. جاءك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس، جاءك دليل من القرآن والسنة على العين والراس، جاءك كلام أي بشر من الناس تقول له دليل جم، ما تقبل الكلام ساي، لأن ربنا قال: فلا نسألن الذين أرسل إليهم، نحن ربنا عايزنا، ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.